أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. النادي المصري البورسعيدي أنهى استعداداته امبارح لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس الرابطة المصرية النهاردة الساعة 8:30 مساء. ركز المدير الفني للنادي المصري ميمي عبد الرازق وجهازه الفني في التدريبات الأخيرة على تنفيذ العديد من المهام، كان أبرزها تدريب اللاعبين على كيفية التعامل مع ركلات الجزاء حال اللجوء إليها عند انتهاء المواجهة بالتعادل. ولجنة الحكام باتحاد الكرة أسندت إدارة مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وهيعاونوا سمير جمال ويوسف البساطي ومحمد صباحي حكم رابع ومحمد الحنفي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلي الأفضل في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. منتخب مصر تحت 16 سنة ناشئات السلة حجز بطاقة التأهل لكأس العالم رسميا بعد ما نجح في الفوز على منتخب أنغولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 75-34. ونادي مارسيليا الفرنسي أعلن تعاقده مع الهداف الجابوني أوباميانغ قادما من تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقع أوباميانغ عقده مع مارسيليا لمدة 3 سنين علشان يستمر لغاية عام 2026. خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع بسنت وشاذلي. عودة ليكم مرة تانية بسنت وشاذلي. شكرا لك يا هلا.